فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت. حضرتك ذكرت الأشاعرة، هل هم من أهل السنة؟ الأشاعرة من أهل السنة، والماتريدية من أهل السنة، والحنابلة من أهل السنة، والسلفية المعاصرة ليست من أهل السنة. خلاص أعملها لكم توقيع على صفحتي، أقولها تاني. الأشاعرة من أهل السنة، الماتريدية من أهل السنة، الحنابلة الحقيقيون من أهل السنة، السلفية المعاصرة ليسوا من أهل السنة. هما برضو بيقولوا علينا مش من أهل السنة، يعني مش تفتكرش ان انا بقول حاجة بقى فتروح تعمل لي. هما بيقولوا علي، هما بيقولوا ان احنا مش أهل السنة، يعني انت بتقولها بقول. فانا رأيي كده يا اخي، سبحان الله، اعمل لك ايه يعني؟ نقولها مرة ثالثة عشان الحبايب. الأشاعرة من أهل السنة، الماتريدية من أهل السنة، الحنابلة من أهل السنة، السلفية المعاصرة ليسوا من أهل السنة. ليه؟ عشان مبتدعة وخوارج وبيكفروا الناس بغير حق. مزيد توضيح لقولك السلفية المعاصرة ليسوا من أهل السنة، قلت الكلام ده قبل كده كتير. ناس أصولهم أصول الخوارج في تكفير أهل الإسلام واعتقاد الكفر في أئمة الدين، تخليهم أهل السنة منين؟ يعني واحد يبطن في نفسه أن أئمة الإسلام قبل محمد بن عبد الوهاب جهال لا يعرفون التوحيد، ويبطن في نفسه أن حملة الشرع الشريف ونقلة الشرع الشريف من فقهاء المذاهب الأربعة مشركون أو واقعون في الشرك حتى لو ما كفرناش بأعينهم، وإن إحنا بنعذر ابن قدامة وابن فيروز والخلوتي وأئمة كل الجماعة دول ومرعي وكل الناس دي بنعذرهم بالجهل، لأنهم أصلا كفار، يعني أصلا لولا العذر بالجهل لكانوا كفارا، لا يعرفون معنى لا إله إلا الله في نظر هؤلاء، ويكفرني ويكفر أمثالي عشان إحنا ما فيش السطوة اللي تخليه خاف إنه ما يكفرنيش. وقد نص أصحابنا على أن من قال لمسلم يا كافر فهو كافر، ده منصوص الحنابلة. فأنت لما تقول لي كافر أنت اللي كافر مش أنا اللي كافر، فإزاي تبقى من أهل السنة بقى وأنت اعتقادك اعتقاد الخوارج في تكفير أهل الإسلام؟ وإزاي وأنت مقر ما فعله كبيرهم في قتل الناس واستباحة دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ومنهم علماء الإسلام وكبار علماء الأمة استباح دماءهم وأموالهم وأعراضهم وقتلهم بغير حق، وأنت شايف إن ده صح؟ يعني أنت ما عملتش بس شايف إنه صح، زي ما ربنا خاطب اليهود كده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بما فعله أجدادهم. يا بني إسرائيل، بيكلم مين؟ هو مين اللي إذ قتلتم نفسا فدرأتم فيها؟ الكلام لمين؟ للي مع النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلوش نفس، مش هم بتاع قصة البقرة، بس هم رضوا بما فعله أجدادهم، فهو بيخاطبهم، الله عز وجل يخاطبهم بما فعله أجدادهم، فإحنا بنخاطب هؤلاء بما فعله رؤوسهم ومشايخهم. يا جماعة أنتوا راضين؟ اللي في تاريخ ابن غنام ده أنتوا راضين بيه؟ اللي في الدرة السنية أنتوا راضين بيه؟ ما تعمليش ودن من طين ودن من عجين، تعالى هنا رد عليا، أنت راضي بهذا الكلام؟ لو راضي يبقى شكرا، أكدت لي النظرية بتاعتي، مش راضي اطلع رد. اطلع يا حبيبي رد. قول أنا رافض هذا الكلام ولا أقبله. بعد كده نتكلم بقى أهل السنة اللي مش أهل السنة. غير أن بعضهم أيضا مجسم، بديها لك كاش، بعضهم مجسم، مش ابن تيمية، هم مجسمة، بعضهم مجسمة لا يفهم، يعتقد الجسم، وهذا كفر عند الحنابلة لا عذر فيه. غير أنهم أيضا في الفقه ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة، لأنهم مش متمذبة بالمذاهب الأربعة، مش كلهم طبعا لكن كتير منهم، عكاكين في الفقه، أصولهم وطريقتهم في التفقه طريقة الخوارج. زي ما قلت الكلام ده وأنا سلفي، كنت بقول إن أنتوا خوارج في الفقه وأنا سلفي، وحاجات بقى تانية يعني. طبعا الكلام ده هيزعلكم وهيزعلهم، بس نعمل إيه؟ هعمل إيه طيب؟ مش بإيدي والله، لو بإيدي ما كنتش قلت كده، يعني لو ده مش دين ما كانش الموضوع يبقى كده، بس دين نعمل ايه طيب؟ الإمام عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته